هو ده اللي لسه كنت بقول، هو ده اللي كان ناقص الفرقه دي. الفرقه دي فيها مشكله كبيره، كلهم صغيرين اعمار 20 سنه و19 سنه و21 سنه، فكان ناقصهم الخبره. الحمد لله احنا عدينا كده دلوقتي، ده الماتش ال11، فالنهارده بيتهيألي كده كفاينا خبره، فكان ناقصنا الروح الحلوه اللي ابتديت اشوفها من الماتش اللي فات. يعني الماتش اللي فات ماتش الرجاء ابتدت الروح تعلى وابتدى شكلنا يبقى كويس، وابتدينا نرجع تاني بقى يبقى لنا شكل. النهارده لما هنلعب اتفرج على فرقه صيد محترمه قوي، انت عارف كمان ماتش او ماتشين نطلع لمنطقه الامان شويه هتتراجع. فعلا دي والله احنا محتاجينها، هتتفرجوا على فرقه كويسه جدا، لان الفرقه دي فرقه كره هايله. يعني انا ما بعرفش العب في الملاعب الصغيره ولا الملاعب الضيقه، ما بعرفش. احنا عايزين ملعب كبير، ملعب واسع. احنا عملنا فترات اعداد كلها، الماتشات الوديه اللي احنا عملناها كلها دوري ممتاز، وكلها كانت نتائج ايجابيه، وكسبنا ماتشات كتيره قوي دوري ممتاز. احنا عملنا 8 ماتشات تقريبا، كسبنا 6 ماتشات وتعادلنا ماتش واتغلبنا ماتش، وكلها كانت فرقه كره تقيله من العيار التقيل ما شاء الله. فده اللي كان ناقصنا الروح، والحمد لله النهارده ابتدينا نحط رجلنا يمكن على اول سنه في الحال من الماتش اللي فات، على اول سنه بس النهارده بالفوز. انا بحمد ربنا سبحانه وتعالى واللعيبه على الاداء ده، وبحمد ربنا على الجون الرابع السنه دي، وفوز مهم. كنا لازم نكسب ده الماتش ده. الماتش ده كان مهم بالنسبه لنا عشان نطلع من المرحله اللي تحت، وربنا يكرمنا ان شاء الله. عندنا ماتش مهم، احنا ان شاء الله كده احنا نسينا الماتش ده خلاص، احنا مفكر ان ده ماتش الحريه ان شاء الله في مطروح. ربنا يكرمنا بثلاثه بونت كمان نبقى في نص الدوري. الدوري ده دوري جامد جدا، مفيش فرق بونت جون. الحمد لله، الحمد لله على الاداء وعلى الهدف، وكان مكسب مهم جدا، لان المكسب ده كان هيخلينا نقطه في الجدول الاربع مراكز كمان، وكان ماتش مؤجل. فالحمد لله على الاداء وعلى المكسب. ما كانتش ماشي معانا بس في الاول، مجموعه لعيبه صغيره متجمعين بقالنا شهرين كلهم لسه 96 و97 وبتاع، في الدنيا ما كانتش ماشيه معانا. كان في ماتش كتير بنتقدم لاخر وبنخسر في الماتش في الاخر بسبب غلطات وعفوات في الديفنس، بس الحمد لله رب العالمين النهارده قدرنا نركز من اول ماتش لغايه ما تقدمنا 2-0 لغايه ما جابوا جون، والحمد لله رب العالمين ربنا كرمنا بثلاثه جون. الحمد لله رب العالمين. هو الشوط الاولاني حتى برضه مش لا، الشوط الاولاني احنا كنا مسيطرين في التوقيت اللي احنا مسيطرين فيه، جه فينا الاهداف. يعني في الوقت اللي احنا مسيطرين فيه الهدف الاولاني جاي مع اعتقد في الدقيقه 14 ما كانوش وصلوا لملعبنا خالص، ده كره ثابته جابوا، كنا احنا قبلهم ضايعين جول. الهدف الثاني طبعا في نهايه الشوط الاولاني اعتقد ان ما فيش اغرب من كده، الراجل بيفوت ويطلع الحارس والدنيا كلها بره، اللعب وبيلعبها بسهوله قوي، اللعيب بيتزحلق. الشوط الثاني مفيش بقى تركيز في تسرع، وده اللي احنا قلناه قبل الماتش، في فرق بين التسرع وبين السرعه. يعني النهارده حتى عنصر الخبره المرسي، انا طبعا انا ما يعني ما بحملوش، لكن هو المرسي في الكره الاخيره ديت مش محتاجه ان هو يعمل الشكل الاستعراضي ده، محتاجه يسيب الكره تنزل يحطها في بطن رجله يوجهها بس للزاويه اللي جايه منها الكره، هيجيبوها من الشبكه. في تسرع وعدم تركيز وبيدفعوا الثمن.